معول عليها ان احنا نقول ان كان في اقبال كبير على طرح ما. لكن النقطه المهمه هنا قوي اللي هي ممكن تنظر لها الدوله بقى او تنظر لها الحكومه، على اعتبار ان اي اكتتاب بينزل بيتغطى، بيحصل فيه ايه بعد كده ده موضوع تاني، او ان السعر بيحصل فيه ايه ده موضوع تاني، ده راجع للتقييم، لكن على اقل تقدير بيتغطى. وبالتالي ده معناه بعيدا عن كمان كونه حكومي، ده لو حكومي يتغطى ارقام مضاعفه عن الارقام دي كمان حتى لو كان كبير. وبالتالي ده المفروض يدي كده اشاره للحكومه، خاصه ان هي اعلنت اكتر من مره ان هي عندها نيه لطرح شركات، انها تسارع الخطوات بطرح شركه او بنك ايا ما كان، ويكون بتقييم سعر منطقي ومعقول مع الالتزام بخطه محدده ومكتوبه تعلن للكافة عن برنامج الطروحات خلال الكام سنة اللي جايين أو خلال الكام شهر اللي جايين. طيب هل السوق مؤهلة لهذا الكم من الطروحات؟ طرح الحكومي طبعا، طرح الحكومي بالتأكيد. اشمعنى طرح الحكومة؟ ليه بقى؟ هقول لحضرتك على حاجة، الشعب المصري ما زال حتى الآن بيثق ثقة عمياء في أي حاجة جاية من الحكومة. يعني زي ما حضرتك شفت كده في إحدى الشركات العقارية من يومين، وده جدل لسه مثار لحد دلوقتي على حجم الإقبال اللي حصل على المرحلة الأولى اللي تم طرحها في السوق. أحد الأسباب الرئيسية لهذا الإقبال إن الحكومة بتملك 40% من هذا المشروع، ممثل في وزارة الإسكان يعني. فبالتالي الناس على طول لما بتسمع كلمة إن الحكومة في هذا المشروع أو في هذا الطرح بيجي لها ثقة إن مفيش نصب عقاري، مفيش تأخير في الاستلام، مفيش الأمور اللي الناس بتعاني منها مع شركات العقارات الأخرى. نفس الموضوع بالنسبة للطروحات، بيبقى الناس عندها ثقة إن الحكومة مش هتبالغ في التقييم، هتنزل بسعر منطقي، وكمان هتدي فرصة للمكتتب إنه يكسب، لأن الحكومة بيهمها قوي إن الطرح بتاعها ينجح، لأنه هوش طرح وخلاص وهنمشي زي بقية الشركات. شركة أي شركة من القطاع الخاص بتعمل طرحها في السوق وخلاص، بتاخد التمويل وتروح تشتغل في شغلها، وبعيدا بقى عن السوق، السهم طلع السهم نزل مش مشكلتها. لكن الحكومة يختلف، يهمها أن السهم ما ينزلش، يهمها أن الطرح ينجح والناس تكسب، لأن هي مش هتطرح طرح واحد، دي عايزة تعمل برنامج كبير لمجموعة طروحات. عشان كده الطرح الحكومي خلال الفترة اللي جاية هيجتذب سيولة ضخمة جدا، خاصة لو كان معمول له يعني دعاية إعلامية جيدة ويعني تنسيق كامل ما بين الحكومة وما بين أعضائها. لأن الطرح الأولي ده أو الأولاني للحكومة بعد غياب ال 11 سنة اللي فاتوا هيكون في غاية الأهمية، وهيكون مؤشر كبير قوي على ما يمكن أن يحدث خلال الفترة اللي جاية. طيب امبارح البنك الدولي أعطى نصيحة ولا مشورة للحكومة المصرية بالتمهل في الطروحات اللي هي بتنوي طرحها في السوق، خصوصا اللي هتبتدي بالبنوك وغيرها من الشركات الحكومية. وجهة نظر حضرتك في مشورة البنك الدولي بتمهل الحكومة في الطروحات؟ أنا مش يعني مش مع وجهة النظر دي إطلاقا، خاصة هقول لحضرتك صحيح السوق في ضعف وفي قلة سيولة، لكن إحنا هنا ما بنعتمدش على السيولة اللي موجودة في السوق أو على أعداد المكودين اللي موجود في السوق. إحنا بنعتمد على، شوف حضرتك فاكر شهادات قناة السويس حصل فيها إيه؟ إقبال غير عادي صح كده؟ في حوالي 8 أيام كان حوالي 64 مليار جنيه تقريبا. نفس الموضوع هنا، أنت مش بتعتمد على الناس اللي موجودة، أنت بتعتمد على جذب سيولة في إيد الناس اللي بره، اللي بره السوق، جذب سيولة في إيد الأفراد، وبالتالي تقدر الدولة عن طريقها تحصل على تمويل بدون أي مشاكل، بدون أي أعباء فوايد أو أي ما شابه من قبل هؤلاء المكتتبين، سواء بقى لإعادة هيكلة، للتوسع في النشاط، فأيا كانت مكانة الشركة اللي هي هتطرحها. لكن طبعا احنا بالنوادي بطرح شركات ناجحة، يعني مش معقولة هنطرح شركة تكون من الشركات ال 125 شركة بتوع قطاع الأعمال اللي بيعانوا يعني، لكن يكون شركة ناجحة أو بنك ناجح أو شركة بترول أيا مكان يعني، ويفضل طبعا قطاع البنوك في البداية، والدولة تقدر تستفيد بهذا التمويل فيما بعد. خلينا نشوف بس أول طرح كده، أو حتى نعمل برنامج ونعلنه للكافة، يعني حتى لو مش هنطرح نعمل برنامج منظم بتوقيتات محددة معروض على المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي، ونشوف أثر ده على السوق هيكون شكله إيه. تمام. طيب أخيرا، توقعات حضرتك لأداء البورصة الأسبوع المقبل إن شاء الله، و المواعيد الجديدة اللي طرحت إلى أي مدى هتؤثر على التعاملات؟ حضرتك تحدثت إنها بتقلل يعني أحجام التعاملات في خلال شهر رمضان، على الأقل في الجزء الأولاني منه، أول يعني أسبوع يعني أول أسبوع بتكون لسه الناس برضو يعني شهر رمضان بيبقى لسه يعني ما خدوش قوي على التداول فيه،
فبالتالي دايما علمتنا كده السنين اللي فاتوا ان اول اسبوع بيكون في تراجع في النشاط نسبيا، وبالتالي ما اعتقدش هيكون في حركات عنيفه. يعني ممكن نشوف جلسه بكره يكون في استمرار شويه للاداء الايجابي، لكن مش هنروح بعيد، لان زي ما قلت لحضرتك مش هنتوقع اي طفره الا على الاقل مع النص الثاني من شهر رمضان، او ممكن مع الاسبوع الثاني منه باذن الله. تمام. الاستاذ ذهاب سعيد خبير اسواق المال، شكرا على تشريفك ضيفا كريما في مؤشر النيل. شكرا لك. بكده مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام مؤشر النيل في الغد، إن شاء الله حلقة جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج وإلى اللقاء.